بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج الأصايل، هذا البرنامج الذي دائما ما يظهر لكم بشكل مختلف وبطريقة مختلفة، يستعرض جميع النتائج الخاصة في عالم سباقات الهجن في دولة الإمارات وخارج الحدود الجغرافية لدولة الإمارات. سنذهب في هذه الحلقة إلى المملكة العربية السعودية ومهرجان ولي العهد الذي شهد تألقا إماراتيا لهجن الرئاسة هناك، وكذلك شهد تألقا لأبناء المملكة العربية السعودية، ونعود بعد ذلك إلى ميدان المرموم، الميدان الذي دائما ما يستضيف السبق والأندر والأميز في هذا التمهيدي حمدان بن راشد آل مكتوم. إذن وبعد ذلك سنذهب إلى الوثبة وسنتحدث عن أهم السباقات التي أقيمت في ميدان الوثبة، ولكن قبل ذلك دعوني أهنئ شعب دولة الإمارات وأهنئ سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وشعب دولة الإمارات وفرسان دولة الإمارات بهذا الإنجاز التاريخي والخماسية الرائعة في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين. فرحة عارمة اجتاحت دولة الإمارات وجميع محبي عالم السباقات. في بداية هذه الحلقة من برنامج الأصايل دعوني أرحب باسمي وباسمكم بمحللين الأفاضل، ونبدأ مع المحلل المتميز والمبدع ومن طلبناه للأمانة ما ردنا، من قلنا له تعال اليوم ضيفنا في الاستديو، قال هذا الاستديو أنا أسسته ولازم أكون فيه، سهيل بن بطيب الغراب. رحب بك يا رب سلطان. أنا مسك عليك وعلى أخواني الحاضرين وعلى حمد على هذا في هذه الحلقة، وسح أخواننا المتابعين وقول لهم أسعد الله مساءكم بكل خير. هذا الاستوديو عم قال مثل ما تقول الحين، تذكر أول أيام الأصايل؟ نعم وياه نعم وإن نعم شاء الله نلقاه إن شاء الله. الله يطول عمرك. عبد الله بن بهيان العام رحب بك يا أبو حمد. يا مرحبا ومسهلا يا أبو خليفة، مسي عليك وعلى أبو سلطان ومرحبا به في هذا البرنامج وعلى السادة مشاهدين أمام الشاشات. نعم أبو سلطان، يمكن شوية خلونا نظهر خارج قواعد المرموم، نتكلم شوية عن إنجاز تاريخي لدولة الإمارات. شوية بنتكلم لك عن هذا الإنجاز ونبغى نومس لشعب الإمارات وشيوخ الإمارات على الإنجاز الكبير اللي تم تحقيقه في إيطاليا، إنجاز كأس العالم للقدرة، وترى ما حد قد سواها في العالم، أول مرة تستوي تأخذ الفرق والفردي وخمس مراكز أولى للإمارات، ترى هذا إنجاز نادر وما يستوي. هني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظ الله ورعاه رئيس الدولة، وأخي صاحب الشيخ محمد بن راهد، وهني شعب دولة الإمارات بهذه المناسبة اللي فوز فرسان الإمارات، وهذا شرف وهذا الشيء معروف فرسان الإمارات بين السيرون نتائجهم زينة، مدهم يحضرون بالدعم من أصحاب السمو الشيوخ خاصة رئيس الدولة ونائبه أولياء العهود طول عمارهم. هذه دائما سواء خيل او هجن فرقه الامارات تشيلها مثل العلوم الطيبه. نعم. بدايه ابو خليفه ان نرفع اسم ايات التهاني والتبريكات للمقام السامي حضره صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد رئيس الدوله، واذا نائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ولي عهده كذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على انجاز فريق الامارات في بطوله كاس العالم للشباب في ايطاليا، وهذه البطولة الأولى والإنجاز الأول في هذه البطولة وتحقيق أول
فوز بخمس نقاط بخمس مراكز أولى. الأول الخامس ترى ما قد استوى. ما قد سجل. نحن محافظين على اللقب قبلها بسنتين. نعم. أخذنا الأول فردي وفرق لكن ثلاث ذيول. هذه المرة خمس. هذه المرة خمس إنجاز كبير يحسب لفريق الإمارات وهذا ما تعودنا عليه من حكومتنا ومن قيادتنا الرشيدة والشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قال إحنا ما نرضى إلا بالمركز الأول وإحنا فعلا دائما في الطليعة وفي المركز الأول. والله يدوم الأمن والأمان ويدوم هذه الفرحة على بلادنا وإن شاء الله أننا دائما نكون في المراكز الأولى في جميع المجالات. نتمنى ذلك. فعلا كانت فرحة كبيرة فرحة عارمة ولكن مشاهدينا الكرام بعد نحن كقناة دبي ريسنج للأمانة نقول شكرا فزاع لأن شاركنا فرحة نقل قناة دبي ريسنج لهذا الحدث الهام وفي حسابه الخاص في انستغرام نزل نقل قناة دبي ريسنج لهذا الحدث الهام وهذا يمكن نحن كطاقم عمل قناة دبي ريسنج ومؤسسة دبي للإعلام نشكر سموه جزيل الشكر على هذه الثقة وعلى هذا الدعم وعلى اللي تقدمه للإعلام الإماراتي وخاصة قناة دبي ريسنج. خلونا نشوف هذا الفاصل ومن بعدها نعود نستكمل معكم برنامج الأصايل. نعم مشاهدينا الكرام اللحظات الأخيرة لحظات الترقب والإثارة فستان الإمارات في المقدمة خماسي الإمارات خماسي فستان الإمارات في المقدمة تفقيته وفيدوي عيال زايد. نعم عيال زايد في المقدمة مشاهدينا الكرام أبناء زايد في المقدمة تفقيته وفيدوي عيال زايد. الناموس لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، الناموس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الناموس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل زيان. الناموس يا عيال زايد، الناموس الناموس، كفيت ووفيتوا يا عيال زايد، كفيت ووفيتوا يا اخواني، كفيت ووفيتوا يعطيكم العافية. نعشق كل شيء من ملهمنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. هذا الفيديو الذي أصبح حديث العالم فرحة سيدي فارس العرب الكل يتحدث عنها أبو حمد. فعلا أبو خليفة يشكر صاحب سمو الشيخ حمدان بن محمد على هذا الفيديو اللي نزله في حسابه وانتشر انتشار كبير في جميع وسائل التواصل الاجتماعي فشاهدناه عند الصغير والكبير فرحة عامة الشعب الحرمة والريالة الأولاد والبنت الصغير والكبير حاطين هذا الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي في الانستغرام في السناب. الفرحة هذه دلت على شيء يدل على متابعة الشعب متابعة طول عمرك الجماهير لهذه الرياضة رياضة الفروسية ورياضة سباقات القدرة. فالفرحة اللي شفناها عند في حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فرحة كبيرة هو يول وفرحان بالناموس وإحنا كذلك فرحانين ونصفق من شفنا فرحة بن راشد. عسى الله يدومها إن شاء الله. سلطان ده أظني سويت ريبوست على حسابك في الانستغرام. الله يهم دائما في فرح إن شاء الله في خير. فرحتنا فرحة تطول عمرهم وهم دائما الحدث لما يحضرونه يستوين الشرف ويستوين طاري وجودهم وحضورهم طاري متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وكذلك اسمه الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد الأمين. هذا طعم لك شيء شرف كبير ولما يحضرون الشيء الحدث يصبح كبير بوجودهم. ترى الحدث يكبر وجود حضوره ما دام متابعته ودعمه فهذا طعمك هو الشرف الكبير لنا وللكل. وعسى الله يدومنا الفرح ويخلينا معزيز ان شاء الله بخير وسهاله ويعطيهم الصحه والعافيه والامن والامان يا رب. اللهم امين اللهم امين. ننتقل ونبدا الان بنبدا في الاصايل مشاهدينا الكرام. نبدا مع مهرجان ولي عهد المملكه العربيه السعوديه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ال سعود. هذا المهرجان الذي استمر الى حدود الشهر وكانت الأسماء التي تشارك به أسماء مميزة وأسماء نادرة. انتقلت ملكيات الكثير من المطايا تنومسوا الكثير من الملاك وأبدعت الكثير من العزب. يوم الختام كان يوم حافل ويوم مميز. نتابع التقرير ومن ثم نعود للتعقيب.
مجتمع الهجن الخليجي عاش وقتا ممتعا مليئا بالحماس خلال فترة مهرجان ولي عهد السعودية للهجن العربية الأصيلة، والذي انطلق الشهر الماضي في نسخته الثانية على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، وسط اهتمام وحرص كبير من أهل الهجن للمشاركة فيه والمنافسة على ألقاب أشواطه التي بلغت 439 شوطا. وقد خصص لهذا المهرجان جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 52 مليون ريال سعودي، تنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية، ووصل عدد المطايا المشاركة في نسخة المهرجان لهذا العام إلى 13,377 مطية. وهذا خير دليل على مدى الاهتمام والدعم الكبير من قبل القيادة السعودية الكريمة بمختلف القطاعات في المملكة، والسعي الدائم لإنجاح الفعاليات والمناسبات الرياضية بشكل عام والرياضات التراثية على وجه الخصوص بهدف تعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية. كما أن مهرجان بهذا الحجم يساهم بشكل كبير في دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة. ختام المهرجان لم يكن ختاما عاديا، حيث شهد حفل الختام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة وراعي هذا المهرجان. كما حضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن. وكانت هجن الرئاسة قد تميزت وتألقت وسط أجواء من الحماس، وحصدت القلعة الحمراء رمزي الحول والزمول المفتوح للعام الثاني على التوالي، بعد أن انتزعت مطفية بقيادة المضمر علي بن يمي الوهيبي سيف ولي العهد السعودي، وقطعت مسافة الشوط الرابع والأخير بزمن وقدره 10:36 ليكون هو التوقيت الزمني الأفضل في هذا اليوم. ولم تكتفي هجن الرئاسة بالمركز الأول فقط في هذا الشوط، بل استحوذت على المركزين الثاني والثالث، حيث جاءت في الوصافة شعاع، بينما وصلت في المركز الثالث بشاير. الرئاسة أحمر خطر من دار اخوان نورة إلى دار اخوان شمة، بحضور محمد السعد، بحضور محمد العزة، بحضور محمد المحبة، محمد السلام. الرئاسة تنتزع السيف الذهبي المرصع بالذهب سلطان بن حمدان، شعلة النشاط في كل مكان. وفي الشوط الثاني المخصص للزمول المفتوح كانت هجن الرئاسة على موعد مع الناموس والتألق، حيث تمكن المضمر علي بن يمي الوهيبي بقيادة هملول إلى تحقيق النصر لتهدي الرمز الخامس للقلعة الحمراء، فيما حل اللطام للأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود في المركز الثاني بقيادة المضمر ماجد بن حلفان. أما ثالث المراكز كان من نصيب هجن الرئاسة عن طريق ملبي الذي لبى طلبات مضمره علي بن يميل الوهيبي. وقد افتتح الانتصارات في هذا اليوم صوغان الذي أسعد مالكه سعيد بن خالد آل زايد الهاجري ليحلق برمز الشوط الأول للزمول العام، فيما جاء في المركز الثاني النايف لأحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. أما المركز الثالث فقد ذهب نحو بتار للسفر بن عقاب آل زيد الشريف. وفي الشوط المخصص للحول كسب نيوم لخالد بن فيصل بن شريم المري سيفي ولي العهد السعودي الخاص بأبناء القبائل، بعدما تألقت وقدمت مستوى فريد من نوعه، لتأتي خلفها في المركز الثاني العنود لخالد بن فيصل بن شريم المري. أما حمية لمحمد بن حمد بن فطيس المري هي التي كانت ثالث المراكز، ليزدى الستار على مهرجان رائع بفكرته ودعمه الكبير من سمو ولي العهد السعودي، ليبدأ موسمنا بانطلاقة مهرجانات كبرى في المملكة العربية السعودية، وهكذا هي البداية القوية
لسباقات الهجن العربية الأصيلة. عندما ترى حضور الختام تعرف أن هذه المهرجانات تحظى بدعم كبير من أصحاب السمو والشيوخ. عندما ترى سمو الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، عندما ترى كذلك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وكذلك عندما ترى معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان في مقدمة الحضور في يوم الختام، تعرف أن هذه الرياضة هي من أولى الاهتمامات لدى الحكومة الرشيدة بسلطان. هي الشرف حضور صاحب السمو ولي العهد اللي هو الشيخ محمد بن سلمان الله يعطيه الصحة وطولة العمر يا رب العالمين، وحضور ودعم الأمير الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد طول عمره، وحضور سمو الشيخ سلطان بن حمدان. هذا اللي يعطي الحدث الأهمية ويعطيه طعمك الرغبة للمتابعة، لأن الحدث يذكر بحضور اللي حضرونه طال عمرك. فحضور هذا حضور سامي، حضور مشرف لهذه الرياضة، وطول عمارهم نبشرهم الشعب أن الرياضة بخير ما دام تحظى بدعم من أصحاب السمو الشيوخ ومتابعة. أبشرهم أن إن شاء الله الله يدوم إلى الأمن والأمان إن شاء الله. أما الرياضة الحمد لله كما يالها سنة تسير في تقدم وتسير الحمد لله في تصاعد، وشوفنا المنافسة وشوفنا الحضور وشوفنا الهجن اللي شاركت في هذاك الشوط اللي هو الشوط الرئيسي للحول لأصحاب السمو الشيوخ، شوفنا منافسة قوية، وشوفنا اللي بالنسبة للمطفية مطفية هاي ناقة معروفة، نعم ما فيها كلام، ناقة السبوق ولو صار أنا أقول لك اسم وترشيح الناقة بتكون من أقوى المرشحات في الشوط قبل الانطلاقه لانطلاقه الشوط. الناقه من اقوى المرشحات الموجودات في الشوط اللي هي مطفيه لعايده ملكيتها الهجن الرئاسي ضمير علي بن يميل. هذه ناقه مستواها البوش اللي في مستواها انا ما شفت الليله في الشوط يعني، ولا استخين بالهجن، الهجن كلها طيبه اللي مشاركه، لكن الناقه كانت فارغه في الشوط لهجه البوش، رغم المنافسه اللي صارت من هجن سمو الشيخ تركي بن محمد، نعم شارك بهجن طيبه لها منافسه، لكنها وشاركت بعد شفت الهجن الرئاسي عدد طيب ما شاء الله، لكن الناقه هنا في نظريه انها اسبق البوش الموجودات ذيك الليله اللي هي مطفيه واجهزها اسبوق الناقه، يعني مستواها يهلها انها تاخذ الشوط هذا. نعم. مستواها مطفيه يهلها للشوط هذا انها تاخذ. نعم أبو حمد، مطفية لفتت الانتباه أن هجن الرئاسة تراها موجودة، حافظت يعني على قبل الهجن الرئاسة من الموسم الماضي، وهجن الرئاسة يمكن أنهت الموسم بسيف وبدت الموسم كذلك بسيف، وهذا قلة ما ترى في أي مؤسسة من المؤسسات الكبرى. أبو خليفة، لو تكلم عن مؤسسة هجن الرئاسة، مؤسسة هجن الرئاسة من المؤسسات الرئيسية والأقوى في هذا المجال، مجال سباقات الهجن. وهجن الرئاسة حصولها على سيف في المملكة في مهرجان الطائف، تضيف السيف الثاني في هذا المهرجان، العام الماضي شفناها حققت السيف على ما أعتقد كانت الحاكمة، السنة هذه مطفية، والمهرجانات اللي شاركت فيها طول الموسم سيف ولي سيف الملك عبد العزيز، سيف الوثبة كذلك مشاركته في ختام المرموم. فهجن الرئاسة من أقوى المؤسسات اللي تشارك في هذه الرياضة، ولا يستهان بالمؤسسات الثانية، لكن هجن الرئاسة خصوصا احنا نشاهدهم في السنوات الأخيرة في السن الكبير، نعم متميزين جدا، وفارق هذه المؤسسة فرق كبير عن المؤسسات الثانية. شو رأيك في هذا مطفية أبو حمد؟ مطفية أبو خليفة، لو نتكلم عن مطفية، مطفية ناقة سبوق صلاة على النبي ركضها من عرفنا، مطفية مشاركاتها جدا طيبة، مطفية
مشاريعها بقيمة عالية، مشاريع من عند إنتاج سالم بن سليم بالدودة العاملة، مشاريع حقه بالميدان الواثبة ب3 مليون، وصيفة رمز الثنائي في الواثبة، وثالث على السيف في الواثبة، وثالث على السيف في السعودية، وصاحبة كاس الثنائي بكارة مفتوح في ختام المرموم العام 2017، وصيفة مرضي كذلك في ختام المرموم 2018. ناقلها إنجازات ومشاركة في أشواط الرموز من عدها صغيرة، وهي هذا مستواها، مستوى مجاكرة في أشواط الرموز. واليوم السيف اللي إضافته ما بغريب على مستوى مطفي، والتوقيت كذلك اللي حققته 10 دقائق و36 ثانية، فرقت فارق كبير عن باقي الأشواط. مطفيها ناقب لها شان كبير، وإن شاء الله في المستقبل في المراكز الجاية نشوف مستواها مثل هذا وأفضل. بسلطان أبدع علي بن يميل، أمسات المضمر علي بن ميل أمسات في المرموم خذ سيف، والآن يعود ليأخذ سيف مرة أو سيفين تقريبا. هل بيقدر أن يحافظ على مستوى، أنت من خبراء الهجن وتعرف، هل بيقدر أن يحافظ على مطفية لموسمنا المحلي أو بموسم الإمارات، توصل بها للختاميات وتنتزع سيوف؟ علي بن ميل ما دام تحت هذا الشعار ما عليه خوف، نعم، ما دام تحت شعار صاحب اسمه الشيخ خليفة بن زايد هجن الرياسة، علي بن ميل او غير علي بن ميل اللي بيكون له، علي بن ميل له بصمه دائما موجوده، وعلي مضمر ما 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 يغبى، معروف خاصه في الاشواط الرئيسيه تقاله ريال بصمه، والدعم من اصحاب السمو الشيخ طول عمارهم، هذا اللي يخلي المؤسسات هاي ما تختفي. هاي مؤسسه الرئاسه، مؤسسه هجن العاصفه، هذه المؤسسات دائما تلقاها مشتراهم متواصل، طب والعمارهم دعمهم متواصل لهذه المؤسسات، فهذا اللي يخلي الوجود موجود. هي شو المضمر شو اللي طلعه؟ طلع السبوك الدعم، نعم. لكن بسلطان سؤالي كان الان عندها مطفي، هل نقدر نرد للختاميات في شهر 3 و4 ونقدر نشوفها مره ثانيه؟ تقدر المطفي يقدر يحافظ على مستوى الشهر 3 و4، السبوك عند رعيها يوم الله يعطيها الصحه والعافيه ما تتغير، لكن كل مطيه كل حجره لها اجره، وكل مطيه لها درجه. هذا النقطة اللي راح أتكلم عنها. أنا أقول لك في بوش مستواهن يمكن أخير عن مطفية، عندهم الرياسة موجودة، نعم، عند العاصفة موجودة، عند يعني الناقص سبوك ومن الثلاث الأوائل دائم، لكن يوم بيحاضر في شوط واحد في السبق لهن درجات ولهن مستوى ولهن طال عمرك مثل ما تقدر يعني تحدد، لكن كل مطية لها مكان في الشوط ولا، لكن الناقة من البوش اللي يحسبها حساب في الشوط اللي هي مطفية، إذا كان في يومها ناقة سبوك لها مستوى طيب لها منافسة، لكن في بوش من مستواها وخر، يعني أنا أقول لك لكن الريال هذا فيه الطبع ما شاء الله يحافظ على المطية، المطية لما تكون عنده، نعم، تكون نتائجها طيبة، ولكن هي شوف المطية السبوك سبقه موجود فيه، لكن طال عمرك عرف المطية أنت تتعامل ويا حيوان، هل هي في نهار المركاض في يومها الموجودة في استعدادها اللي تتباه، أنت تجهز لك، أنت ما تعلم شو هالمطية مستواها شو على شو وضعها، أما مستواها معروف مضمر يحدد مستوى مطيته، هل هي جاهزة ولا لا؟ هي نعم، لا الجهوز ما حد مجهز، الجهوز مجهزين، لكن المطية لها وم ولها قبلة، إذا والمت قبلتها والمت ومها اللي هي ركضها فيه. ترى بسلطان نحن نقول ان المضمر يخلي المطية توصل لافضل جهوزية، مفاحيم مشاركات توصل يجهز افضل الان نحن في شهر 9 لكن جهزت المضمر يجهز ويعد السبوك، السبوك لها دور، هي الدور السبوك، انا بقول لك قبل دور المضمر دور السبوك نعم هذا معروف ما يختلف عليه اثنين، السبوك لما طعمك تلقاها والله يعطيك اياها والله وتمشي وياك وم عدل، هي تيب المضمر ولهم مضمر السبوك، لكن طعم اليوم لا بتحصل سبوك ومضمر في طيب مكان واحد الحين، صحيح الحين وصل مع المطية هاي مع مطفية لهالمستوى وخذ نامو وخذ رامز، هذه الناقة عاشت من يوم الحجة ويا علي بن يميل، نعم، وعرف ضمرها وعرف ترتيباتها وعرف طريقتها، ناقة السبوك من بوش سبق للحساب، لكن في بوش اسبق عنها، نقول في بوش عند الرئاسة وعند العاصفة وعند يعني بوش في مستواها واسبق، يعني لما يتوالمن ذيك الساعة طعمرك ما لا ذيك الساعة نعم هناك ما يحلى الركب هناك غير ولي طعمرك الناقة، أنا أقول لك أمس لو موجود هناك واستوى ترشيح أنا برشح مطفي،
على البوش الموجودات. انا ما استهين ببوش الموجودات، بوش سبق لكن مطفيه ببوش اللي سبق اللي حسبنا الحساب. نعم نروح للشوط الرابع. عندك مداخله في على الطفية؟ ما تكلم ابو خليل ابو سلطان، قال الناقه من يوم هي حقها يعرف مستواها علي بن يميل، والناقه من مشاركاتها اللي مرت دائما مركضها ثابت ما تطيح من الثلاث، دائما وصيفة رمز ثالث على الرمز ثالث ثاني على الرمز. ممتاز. فالناقه اليوم في ذاك الشوط كانت هي الاجدر والافضل في ذاك الشوط. نعم نروح للشوط الرابع، شوط الزمول المفتوح، وكانت ايضا هجن الرئاسه على الوعد و انتزع الثاني الرموز في الزمول المفتوح وهملول لهجن الرئاسة. جميل أن تذهب إلى خارج القواعد وتنتزع أغلى رمزين بسلطان، يوم تروح في مهرجانات خارج الدولة وتنتزع أغلى الرموز ترد بناموس غالي، خاصة أنه يحمل اسم ولي العهد. شوف يا عصام، أنت لما تروح الحدث الحدث كبير اللي صاير كاسة ولي عهد يعني معروف، صحيح لازم تصير بأحسن ما عندك. صحيح. لأنك تبغى نتيجة أنت، والنتيجة الحين ما تجيبها إلا السبوق، السبوق القوية، لأن طعمك الحدث كبير والحدث يبي شيء في مستوى الحدث. الناقة المركاض هذا مركاض قوي ويحمل اسم كبير وغالي عند الناس، اسم ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان الله يعطيه الصحة والعافية وطولة العمر ويخليه إن شاء الله. الهجن اللي شاركت أنها تيب رمز أن صاير الهدف، أنت يوم تصير الهدف لازم تصير بأفضل ما عندك وأجهز ما عندك، لأنك بس بتحاضر رجاب سبق ملاك مضمرين من أصحاب السمو الشيوخ من أبناء القبائل، مشاركة بتكون قوية، لازم تصير بأحسن ما عندك موجود. أما تقول أنت بسير مطية عادية، مطية عادية ما تسوي لك شيء الحين في أي مكان، لازم تصير مطية لها مستوى سبوق قوية. هذا البعير اللي جاب النتيجة بعير سبوق له مستوى وله منافسة وله قبل، مو دائما عند على الرموز ينافس ثاني ثالث، يعني منافسته علي بن يميل عرف كيف يدخل الرشاب والله وفقه وحصل نتائج طيبة، رغم المضمرين اللي هم محمد بن عتيج بن زيتون مشارك بهجن طيبة، لكن بعد ترى البوش لهم وم ولهم وفق. نعم وتوافيج هذه، ولا وعنده بوش بعد ماركاظ اللي هو محمد بن زيتون عنده بوش سبق ما شفناها، ما شارك مو مستعدة بعد للركض. صحيح اي نعم. العاصفة عندها هجن قوية لها بصمة لها مجال في هذا الركب، نحن ما شفناه ما شاركه. فالبوش مثل ما تقول هذا بداية موسم، وبداية الموسم لما تجهز له مطية زينة لها مستوى تسبق، لكن هاي الناقة اللي سبقت في في في, في مركاض قوي ومركاض بوها شوط رعيته هذا، أما سبقت الثاني ولا ثالث عليه. صح. والبعير كذلك اللي سبق، يعني البوش اللي سبقان هاي ما سبقان عن 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 تون جايات يعني ولا هم معروفات، ولا تبى تسأل عن سجل وعن ملفاتن كلها طيبة ولها سجل حافل وملاكن عرفوا وين يحطونهن، ومضمرين كذلك عرفوا وين يحطونهن، مضمرين ناس خبراء قد دخلوا أشواط رئيسية منافسة قوية، فالشيء لازم تحطه في مكانه، مطيه لما تجهزها وتعدها حطها في شوطها اللي لها منافسة فيها ولها. ونحن شفنا ما شاء الله الركض طيب والأداء طيب والتيمات طيبة والوقت بعده الوقت الحين في الشهر عدنا أول وقت كيف في شهر 9، فالنتائج إن شاء الله بشرك أنها بعدها الياي أفضل الياي أفضل. نعم شو رأيك في شوط هملول؟ والله هملول بعير ما يستهان ببعير له واصلها ولا سجلها بن يميل في هذا الشوط اللي حاسب له حسابك وظني بوش بن حامد بعير هذا. نعم بوها النصر بعير مطي بيعته بن شطيط صاحب رمز السيف الختام الوثبة، كذلك صاحب رمز الثنائي في مهرجان الملك عبد العزيز 2019. البعيرة أبو خليفة من أقوى الزمود، نعم من أقوى الزمود اللي مشاركة في هذا الشوط. بن يميل ريال مثل ما ذكر أبو سلطان، ريال من استوى في الركض ويعرف يقدر مطيته ويعرف وين يصنفها، راعية الرمز سواء وراعية الكاس وراعية السيارة وراعية شيط ناضي، ريال أصبح مضمر عنده خبرة كافية في مستوى ركابه. هذا الشوط اللي نشاهده على الشاشة شوط المطفية، شوط الحول. نعم هذه الحاكم صاحبة سيف العام الماضي، فالتخطيط اللي شفناه أبو سلطان اشتغلت على الشوط اليوم اشتغلت على الشوط، وهذا التكتيك الصحيح. نعم. اللي نعم.
السبوق ما تخدمها الا سبوق مما استواها. شو اللي خلى بني مير يشغل الحاكمه المطفي عيد هناك؟ عيد مطفي ورا هذا اللي خلاه يشغل الحاكم للشوق، والحاكمه ناقلها وصل وناقل نعم. سبوق والهمام نخليت سبوق راحت اي نعم واستخدمها نعم. وهذا الصح انك تستخدم سبوق لخدمه سبوق، وان مثل ما قال انا دبرت راحت منك سبوق صعب نعم. وانا يا ويل من الاوليه والتاليه نعم تخطيط بني ميل تخطيط لا يعلى عليه، وكلنا شاد بهذا التخطيط اللي سواه وادارته للشوط هذا نعم. المطافي لحظه وصولها وانفرادها الكلي في هذا ما شاء الله مصرف وهي تستجيب الناقه وسلاله طيبه سلاله مطافي الرياسه سلاله هملول دائما في المحافل وفي الاشواط الرئيسيه يكون لها شان كبير لا وراعيها بعد يوصيها يحافظ على ما كانها موجوده نعم بس الله يبارك لها ان شاء الله وتنتج لمه المطفيها نعم نحن نقول تهانينا والناموس لجنة الرئاسه على هذا الاداء المميز الاداء المبدع للامانه افرحتونا بهذه الانتصارات الجميله والرائعه نبدا بالحديث عن منافسات ابناء القبائل وشوط الحول المفتوح شهدنا منافسه شرسه ولكن استطاعت نيوم ان تنتزع لقبه هذا الشوط لخالد بن فيصل بن شريم المري وتحلق بالناموس الغالي الاول والثاني نعم الاول والثاني يعني خذت المراكز الاول والثاني وهذا أداء مميز لهذا الشعار وتألق كذلك نقدر نقول على خالد بن فيصل في هذا الشوط نحن نهني خالد على هذا الفوز بالناموس ومبارك له ونهني شعب المملكة العربية السعودية بمناسبة هجن مناسبة فوز هجن خالد بن فيصل شفنا ما شاء الله اللي هي نجوم شفنا قبل اللي هي العنود نافست منافسة قوية وجت في المركز الثاني نعم ونجوم أخذت السيف وهذا شرف كبير الخالد بن فيصل اللي هو السبق والناموس خاصة بحضور ولي عهد المملكة العربية السعودية واسمه الشيخ منصور بن زايد واسمه الشيخ زايد اسمه سلطان بن حمدان هذا شرف كبير وشفنا الهجن اللي مشارك الهجن طيب كلها ما شاء الله هجن الهايري نافست منافسة قوية كذلك هجن بن فطيس هجن كلها طيبة لها مجال ولها طعم لك سبق لكن مستوى البوش هذا أسبق خاصة العنود لما كان في الشوط العنود ناقة معروفة العام أخذ السيف نفس هذا السيف ولي العهد هذا العشاش شوط صوغان هذا الزمول الحين شوط الزمول نعم زمول هذا صوغان هذا بعد نشكر ابو هلال على مضمر هذا الزمول هذا معروف ابو هلال له بصمه لما يحضر في الشوط نعم. وخط التخطيط حرك صوغان قبل وياب حشيم خلاص فهذا يخدم هذا حشيم قدام هذا نعم. حشيم اللي نافس قبل ويا صوغان في الامتار الاخيره وخذ المركز الاول ونحن نهني المالك ونبارك له على هذا الفوز والناموس اللي هو وصوغان هو صاحب الرمز العام الماضي لهذا المهرجان ولا ننسى نضمرهن اللي هو ابو هلال وهلال لما يحضر وعند السبوق يكون لكن الدور مثل ما ذكرت لك دور السبوق نعم. نعم المضمر بلا سبوق شان ريال يطلع عليه بلي سلاح ما يقدر يسوي لك شيء هي نعم المضمر بلي سبوق ما يقدر يسوي شيء لكن يوم يحصل السبوق وصلها وهي وصلته ساعده الاثنين ترى شوف انا بقول لك مضمر يوم بتلومه انا السبوق. انا اذكر في 2012 اسوي لقاءات وياك تقول لي المضمر ما يسوي شيء بدون السبوق نعم وسال اي واحد والسبوق بلاي مضمر بعد ما تقدر توصل لكن السبوق تنافس ويشوفونها الناس انها مختله ويقول خلتها من مضمرها من فعل رعيها اي نعم لكن طعمك يوم يتولمون المضمر والسبوق يشرب الخير هني صارت صح وتوفيق قبل توفيق قبل كل شيء والمضمر له دور لكن دور السبوق انا اقول اقوى وسال بعد اخوي عبد الله شو بعد غير لا لا غير كلامه ترى كان قبل يقول الاثنين بنفس الشيء صحيح لكن سيف السبوق اقوى قبل كنت تقول لا 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 مضمر بلي السبوق والسبوق بلي مضمر لا 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 بعد الحين ما غيرت رايي توضح الكلام دور السبوق هي النسبه الاكبر للسبوق نسبه السبوق اكبر نعم كم اكبر يعني 60% 85 85 يعني مضمر 15% شيء سبوق لا السبوق له دور مثل ما قال لك ابو سلطان السبوق عند مضمر عادي فتنافس عادي فتنافس من يوتن منها من كرم من فيها لكن طول عمرك يوم تلقى لها مضمر يوصلها مستواها بتي بركضها مذبوح ليش ليش ياخذون على 5 وعلى 4 وعلى 3 انا باخذ مضمر بخمسه وخلها السبوق برا هي ذا الدور الاساسي اهم شيء نعم السبوق لها الاساس الاول
هي لها دور. يعني نقول 85% شو قال أم العمر الشيخ محمد؟ هن مضمري عدل إنه يسوي شاطر وعرافي هن مضمري. شوف هن قال نحن تبع قدمها لنا صاحب اسمه الشيخ محمد براهيط الله يطول عمره. الله يطول عمره. هن قال مضمري عدل إنه يسوي شاطر وعرافي. الدور دورها السبوق. لو بدور السبوق ما يفتم الزابلون عليها لين وصلنا على 10 وعلى 8 وعلى 7 هذا الدور صح. هاترك عند ناقة عادية يقول خذ مشور عطى مضمر رقم واحد خليه ياخذ مشور ما يقدر عادية لا أبدا. واسأل أي واحد قل له ماذا ما يقول سهيل هل كلام صحيح ولا؟ إذا شفنا الحين اللي في الساحل المضمرين المميزين تراهم سأل شو عندهم تراهم مش كثير قلال المضمرين مش بالسابجين وايد عندهم عدد غير هاي ما سبقان. ليش ما سبقان؟ في كل شوط يركض غير تفرق واحدة ثنتين ثلاث كيف ذلك ما سبقان سبقت ذيك لأنها سبق هالمعروفات كم ركضها لغيرهن صح. لو بطالع هي دورهن الدور صح. دور السبوب ويا ما شروا في تسعيرات مركز نعم. سابع ثامن وتاسع وسبقوا بهن وتغير المضمر وسبقوا بهن وسووا تيمات أقول لك الدورة دي هي دور السبوب ما عليك منها مرة. ونظرة المضمر اي نعم نظرته ونظرة المالك نظرة المالك المالك صح اي نعم نظرة المالك لو ياخذها طعم في بوش انه ياخذن سبقهن لكن في يوم ما كان مختلات عنده مختله شاف يا ثالث رابع لكن اصبحت سبوك في سبوك ترى ينبونها السبوك تو محطوط لها فيها سبق نعم. نطوي صفحة مهرجان السعودية مهرجان ولي العهد زي رأيك لتشوفه مرة نعود إلى المرموم مع كذلك افتتاحية تمهيد المرموم ومهركان وعفوا ومكرمة سيد اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم التي تستمر بتألق المشاركات العددية المميزة. نذهب ليوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 17 سبتمبر وكان كذا كان يوم اللقاية لأصحاب سمو الشيوخ وتألقت هجن العاصفة في ذلك اليوم والشاهنية هي من انتزعت الشوط الأول مع المضمر غياث الهلالي وسلطان أداء مميز ومكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. أتوقع أنت لحد الآن ما تحدثت عن هالمكرمة وما طلعت إعلاميا وانت واكبت هذه المكرمة منذ بداياتها تطورت بشكل كبير ابو سلطان. مكرمة حمدان بن راشد الله يطول عمله لو نعدها ما لها حساب ولا لها وقت. حمدان بن راشد يدعم الركض من يوم هو صغير نعم ودعمه مستمر لهذه الرياضة اللي أصبحت بهذا المستوى الطيب. حمدان بن راشد عمود أساسي للركض الله يعطيه الصحة وطولة العمر إن شاء الله ويحفظه هو وإخوانه. حمدان داعم الركض من بداية الحين من حركة هني الأول بشيح مرمومة بدون دورة بدون شيء هني في الرئيس لو قدي ما هي عندنا رئيس شيء مركض بشيح خلي نعم. حمداني حضرنا ويحط الشوار ويدعم ويتابع وتم في هذا الرياضة لين الله يطول عمره ويعطيه الصحة والعافية إن شاء الله ويخليه لنا إن شاء الله ظهر آمين. حمدان من أكبر المؤسسين وداعمين لهذه الرياضة العربية الأصيلة وشوفنا الحين شارته شوفها شارة الشيخ حمدان بن راشد كلنا حسب الأحساب نعم الحين تشوفها الحين فيها وممتدين فيها والناس بعد يشوفون إن شاء الله للسنة الجاية يعدون منها الحين يجهزون أن طعمك مكرمة فيها خير مكرمة رجل طيب طول عمره صاحب مكارم نعم يحب الخير للناس يحب الخير للشعب الله يطول يدعمهم دعم ونبدأ في شيء ما يقطعه لا الله يطول شوف أي شيء أي شيء بدأ الحين ترى شوف فيتامين سوينا ركض في القيضة ويشتري الله يطول عمره الحين بدأ الموسم وسوينا تسعيرات ومراكض ويشتري وهذا ومشتراه ما وقف ودعمه وحمدان له بصمة في الركض ولها شواط رئيسية قد خذها وبيأخذها بعده نعم. نعم حمدان طعم داعم مستمر وشارته هذه عسى الله إن شاء الله يخليها دائما ويخليه ويعطيه الصحة آمين. والعافية هذه مستمرة ومستفيدين ناس منها الحمد لله باعوا واستفادوا ولحجوا خير منها قبل مكرمة القضية هاي الحق الفطامين سووها طعم يشتري وهو يعرف السبوق ويعرف قيمة السبوق لكنه فيه السخاطة والعمل دعم يعني هذا من هذا اللي خذ هاي القيمة استفاد منها صحيح. عاش وعيش عياله واستفاد واشترى بعده يوم أنا اشترى عندي بكرة وخذت البيزات دورت الحاشي غيرها دورت فطيمة دورت اشتريت ترى وبت البيزات بترد الله فيها نعم نعم بحمد الله طول عمر فكرته طيبة ودعمه مستمر ولو انا يمكن دعم حمدان وشارته حمدان هاي ما لها بقول لك عدد سنين ولا طعم
من عرف ان حمدان هذا 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 شغله وهذا ترتيبه وهذا دعمه طعمك دائما متواصل متواصل في كل مناسبه في كل مناسبه خير بتلقى له خير يد. نعم الله يطول في عمره ويحفظه. يوم الثلاثاء يمكن تميزت هجن العاصفة، أما يوم الأربعاء إذاعة أصحاب السمو الشيخ فتميزت هجن زعبيل بو حمد، هجن زعبيل مالك سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم تميزت وانتزعت أربع أشواط من أصل 14 وكان الأداء مميز للشاهينية في الشوط الأول. هجن العاصفة كانت متميزة في سنة اللقاية مثل ما ذكرت أبو خليفة، حصلوا على منافسة 14 شوط، حصلوا على 9 نقاط، كذلك نقطتين لهجن سمو الشيخ أحمد بن محمد بإدارة سالم راشد بن سالم بن مخيت، كذلك هجن نايفات بنقطتين وهجن الزعبين نقطة. في سنة الإذاعة مثل ما ذكرت هجن الحصيلة الأكبر كانت الهجن الزعبين، حصلوا على 5 نقاط. نعم. بإدارة المضمر راشد بن محمد بن مروشد. شارة حمدان بن راشد لو تكلم عنها أبو خليفة يحضر فيها سبق، وشفنا لها وجود في بشعارات أصحاب السمو الشيوخ، كثير من الركاب انتقلت ملكيته من أشواط الإماعة الهجن مؤسسة هجن زعبيل، مثل 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 العزومة شراي من هاي الشارع. نعم. ناقد هجن زعبيل، كذلك القعود اللي عنده القعود الغدية العام هذا رمز العام الماضي في الميدان. نعم. فإن الشارة هذه ينها سبق، ينها طعم لك، يعلمون فيها الدعم فيها مشترى وفيها طعم خير. نعم. الحمد لله الناس يجهزون لها من وقت، شارة مبروكة مبروكة فيها ويحضر لها سبق، وكذلك يوم تنتقل ملكيتها استفادت المؤسسة اللي اشترت منها. نعم. فالله يدومها وإن شاء الله نشوفها سنة عن سنة، وهي في تطور مستمر من يوم وضعها سمو الشيخ حمدان بن راشد لغاية الآن، هي في تطور مستمر، تسعيرة ممتازة، فبنشوفها في شواطة الأيام القادمة، السواع والسيارات 1.5 مليون، من بدايتها كانت 1.8 مليون خلاف انتقلنا إلى 1.2 مليون ومليون القعدان، بنوصل 1.5 مليون. هو يشيل مرة على براشد، هو كل في زيادة مستمرة، عسى الله يحفظه ويطول عمره ويجعله إن شاء الله في خير وفي صحة وسلامة كل سنة وكل حول إن شاء الله. نعم. تشوف هجن الزعبيل من طلعت بالسلطان وهي مبدعة، من بدأت. نعم. وانت عندك حيثيات البداية. نعم من بدأت ويلا خاصة عندما تبدأ أي. نعم. هجن في ظل تواجد العاصفة والرئاسة شوي الكل يشكك، يقول ما. نعم. ما تقدر أي مؤسسة جديدة تدخل بقوة في ظل تواجد ما شاء الله لا ويشاركون بناقة واحدة أو بكرة واحدة طعمك وكلها دواء تأخذ رمز وتأخذ هذه. نعم. مؤسسة بدأت دعم من سمو الشيخ حمدان بن راهي طول عمره، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان طول عمره، كذلك المضمين اللي عندكم بن مروشد مضمرين طيبين ومضمرين لهم بصمة، والدعم اللي يهم طول عمرك يهم ينهم هجن سبق مشاريات، لكن مستواهن مثل ما تقول يعني مو مستوى اللي مرة يعني، لكن الشاب سبق والمضمرين مستعدين طول عمرهم ودعموا وأدوا. حمدان بن راهي مثل ما ذكرنا حمدان بن راهي عنده مضمرين كفاية، عنده عدد مضمرين يعني لهم بصمة، كذلك الرئاسة عندهم مضمرين بهم الكفاية، كذلك العاصفة، يعني المؤسسات هذه لا مثل ما تقول دعمها قوي ودعمها مستمر ومتواصل. لكن طال عمرك مؤسسة هجن زعبيل شفناها ما شاء الله من بدأت ودخلت في الركض. نعم. دخلت بمنافسة قوية شرسة، صحيح، على رموز، على أشواط قوية، على سيارات. نعم. يعني عزب سمو الشيخ حمدان بن راشد وهجن زعبيل كذلك. نعم. استفادوا من تمهيد المرموم. نعم. استفادوا من مشتريات تمهيد المرموم. نعم انهم استفادوا، وهذا هذا شو اللي يركضون كلهم مضمرة حمدان، كل هاي مأخوذات اللي من مؤسسة من شارة سمو الشيخ حمدان بن راشد، واللي طلع عملك من الإنتاج، واللي طلع عملك من الشرايين من المراكز العادية، يعني ترى حمدان هو اللي في تسعير يشتري، حمدان في كل الأوقات يشتري. نعم. في كل الحين يشتري لما يحصل السمو يشتريها، لكن طلع عملك المضمرين بعد طول عمرهم ما قصروا، جهزوا وعدوا طيب. وما عندهم كله، لكن عمرك مثل ما قلت لك يعني السبوق والمضمر هذا لازم. نعم. وهي الشريه توفيق ابو خليفه، تيك سبوق وتحصل على نقطه عندك في ميدانك وتحصل على تسعيره وتشتريها، لكن ما بالمستوى اللي انت بغيته في اشواط اصحاب السمو الشيوخ، لكن السبق حضرا لهذه الشاره من جميع اقطار البلاد سواء من داخل الدوله وخارجها، وفي النهاية حظ وتوفيق السبوق، هل هي تستمر بعطائها وبسابقها أو
تيها صواديف وتخلها من الركض. لكن المضمرين اللي مثل ما ذكر أبو سلطان بمروشد وولده كذلك من خيرة المضمرين في هذه المؤسسة, مؤسسة بشكل عام في هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد ومؤسسة هجن زعبيل, لهم مستوى طيب وحضورهم متميز في أشواط الرموز, ويوم توصل تيهم السبوق وتوافق صحة يوصلونها مستواها مدبول. نعم شفت لما قلت لك السبوق والمضمر لما تحضر السبوق عند المضمر حضر مسري يوم حضر عنده أبو عقال خذ الرئيسي هنا وخذه في الوثبة شوف دور السبوق والمضمر, لكن المضمر مثل ما قلت لك لازم يعطي السبوق وذيك الساعة شوف صح هاي نعم صح مضمر بلا سبوق ما بيوصل لا انت تشوف يختفي بعض الأحيان المضمر تقول وين صار المضمر هذا مضمر ما صار المضمر موجود لكن المضمر ما حصل ما سبوك. حصل سبوك هي نعم في مستوى الحدث الموجود لأن طعمك كل مطيه اسمه لها ركض ولها مستوى شوف هم طول عمارهم سووا الكاس وسووا السيف والكاس والسيارة والنغدي انت حط مطيتك في مكانها المناسب لها اللي تقدر عليه هي نعم ترى كل مطيه لها مكان مو بكل انت مو كل سابج جاي قدامك تقول بجدمها في كاس بتاخذ كاس لا ما تاخذ صح والمضمر الشاطر هو اللي يقيم مطيته اي نعم هو اللي مضمرين طبعا انا بقول لك في مضمرين يقيمون مطاياهم مثل طال عمرك من مضمرين الخبراء اللي طافوا اللي مسري وكذلك عتيج كذلك بن مايد كذلك بن الموجودين في عصرنا هذا بن زيتون بن بن مايد ومسري بن زيتون وبن زيتون هاي معاصرين الحين موجودين انت عاصرت منو من المضمرين هاي كلهم طعم ناس ساره والله يرحمهم توفوا مضمرين طال عمرك بعد الهم باع طويل في عالم السباق لكن مثل ما قلت لك المضمر لما تحضر للسباق هذا نحن وسلطان عاد طالبينك نعم نحن عندنا فقره اسمها فقره ذاكره الاصايل نبا عاد مسري حاولنا نحن العام ناخذ اللقب نعم. ما طاع الله يخليك هو باجي بعد من المضمرين الاوليين ترى هو اساس فارس بن مبارك فارس ما طاع ينا اي نعم هاي المضمرين رتب لنا هالامور وسلطان حياه راهد بن حمد بن غدير الله يرحمه هذا اللي بعد ما اقول لك يعني هاي المضمرين اللي يعني ناس لهم باع في عالم معلوماتهم مفيدة لكل المضمرين نعم الحالي والأجيال القادمة نعم مثل هذه الشخصيات هذه والمضمرين اللي لهم نعم ثقل كبير نعم كل مضمر وكل مالك شوف ياخذ كلامه عما قال هاي ثروة موضوع عندك ترى من خلف ما مات هاي كلهم مخلفين عيال ولازم هاي تلبون عيالهم عيال حياة راشد وطعمك اللي هم عيال يمعه الرزي وكذلك طعمك المضمرين اللي قبل اللي صاروا ما 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 ضربتوا انتوا وياهم هذول طعمك بسوي حياة تذكار لعيالهم بسوي نعم حاضرين طب ترتب لنا فكرة طيبة خلاص نعم. ما نهضم حقهم صحيح كان نعم. الوقت الاولي ما في اعلام بالتغطيه مثل هاي نعم بسوي اعلام ويا عيالهم هاي مالك طيب ما يمسري بيب حد من عياله ما يطالش بيب حد من عياله بيب عيال راشد بن غدير عيال طعم المضمرين اللي قبل اللي مضوا الاوليين نعم. نعم مثل بالويع مثل طرف الناس اللي خاضوا نحن بنبدا الاسبوع الجاي جوله هاي نعم وبتكون باشرافك انت باشراف لا لا هاي لا طعم عرب لهم تليفونات وسوي لهم العرف هذا يظلمون بيقصرون ونحن بنسير ايه نعم لقاءات بيحضروا طاع عمرك بالعكس وتابعوا ياهم وشوف طاع عمرك وسألهم بيقول لك طاع عمرك الناس العام في مضمر بعد ما يحضرون الحين موجودين العام بسلطان في برنامج العام الماضي في ختام المرموم سوينا فقره اللي هي كانت نفس الفقره ذاكره الاصاله شفت اللي عنده مضمرين القدامى فكانت الهاص دا كبير والعرب تابعه وفرحوا بالناس اللي شافوهم عدهم بهم من سنين ناس غطوا من الركض لكنهم ما زالوا موجودين اللقاءات الحين بكبر الحين موجودين هذين تيبونهم بالمايد طاع عمركم سري بن زيتون بن يميل بن هاي اللي ظاهرين على الشاشة ما يطيعون الجيل الحالي والجيل الحالي وهي لكن اللي صاروا الله يرحمهم الله إن شاء الله تبون عيالهم حاضرين نعم تم والله فارش من مبارك نحن حاضرين من صوبنا تم لكن عاد خلهم يوافقون نعم هذا بس لهم طيبة. في جلسة خاصة مكان يعني وتجمعهم وتسألهم وتخبرهم عن السبق اللي قدمنا عليهم مرهم عليهم الأسبوع الجاي بس بنسوي جلسة وبنخبرك وبنصير لهم أويونا ما عندنا مشكلة المهم طبعا شوف وقت مناسب ما أعرف وقت ما عاد مناسب تشوف حاول نعم. سلطان الوقت أدركنا نحن خلنا نتكلم عن الشوط الأخير وياك أبو حمد مسيرة لأحمد بن سعيد بن منانة نعم أخذت يمكن أول الأشواط في يوم كان يوم الأحد تاريخ 15 سبتمبر
قدمت تحدي وانتصار كبير في سن اللقاية لأبناء القبائل وانتزعت الشوط الأول مسيرة لأحمد بن سعيد بن منانة كان توقيته 5.58.1 فعلا احنا شاهدنا في السنة في يوم اللقاية أبو خليفة كان في فترة اللي طافت يوم الأحد صاحبة الشوط الأول شوط المحليات اعتبره مسيرة لأحمد بن سعيد بن منانة شعار بن منانة شعار متميز ومعروف في الميادين وحاضر في كل المهرجانات ومسيرة توقيت متميز فارق كان صاحب التوقيت الأفضل في ذاك اليوم عماش اللي هو قعود سعيد بن غدير الدرعي بتوقيت متميز 5:56 مسيرة كذلك توقيت متميز 5:58 شاهدها على الشاشة الحين لحظة انفرادها في الكيلو الأخير كذلك شعار بن زيتون حاصل على الشوط الأول محلي المهجنات وحاصل على وصيف الشوط الأول محليات بن زيتون شعار متميز في هجن أصحاب السمو الشيوخ أو في هجن أبناء القبائل هذا عندنا الشاشة على الشاشة يشاهدون أخواننا متابعين على وصول مسيرة كذلك بكرة بن زيتون ما قصرت أدت أداء جدا متميز ما حالف الحظ بن زيتون في الشوط الأول محليات لكن استطاع أن يحصل على الشوط الأول مهجنات نهني وإنه مسلم جميع المشاركين في هذا مهرجان في مهرجان سمو الشيخ حمدان بن راشد أبو خليفة يوم متميز توقيت متميزة شفنا التوقيت متقاربة في جميع الأشواط لكن اللي في فرق في التوقيت الأفضل كان في الشوط الأول قاعدين اللي هو العود بن غدير عماش نهني وإنه مسلك كذلك على هذا التميز على هذا التوقيت المتميز في ذاك النهار. نعم نحب سلطان بنيك لكن ما نذهب لنشوف اللقاءات اللي أجراها الزميل حمد بن ضبيب مع الملاك المضمرين اللي تواجدوا في الأسبوع الماضي في تمهيد المرموم ثم نعود نتابع. بن حلال بن منانة من بداية الموسم أنت استعديت لهذا الموسم استعداد طيب؟ والله نحن طول عمرنا نستعد كل سنة والتوفيق بيد رب العالمين الحمد لله اليوم حالفنا الحظ قدرنا نسيطر على الشوط الأول. مسيرة إنتاج ولا مشترى ولا شو سلالتها؟ والله مسيرة طول عمرك إنتاج أبوها الطاغي ومهم من إنتاج أحمد بن منانة ومسيرة طول عمرك عنده العام سبق مركز ثلاثة دستور وفكرنا من نص موسم نحن شوية ما توفقت عندنا بكرة والحمد لله السنة جهزناها نحن وتوفقت اليوم في الشوط الحمد لله. السبوق دائما المضمر يعرف متى يتحكم فيها ويحافظ عليها. والله الإنسان طول عمرك يجهز ويجرك والتوفيق كله بالله بالأول والأخير بيد رب العالمين والحمد لله اليوم قدرت أنها تساعدنا اليوم طول عمرهم يصير بهذا الشوط وتوفقت الحمد لله. توقعوا لها يعني حتى يعني لو ما اشترت في التسعيرة أنها يعني تقدم عرض أكثر خاصة أن الموسم هذا ممكن حتى عيال الطاغي لهم صدى واسع. والله طول عمرك مسير الحين توقع له حتى لو اني ما بتاعتها بهالتسعيره ان شاء الله بتشارك مشاركه. طيب هل الجوع اليوم ممكن غزونا غزوه طيبه لكنهم استحقوا الناموس؟ يستاهلون هالجوع كل خير بس عماش انتاج ناهل وعزبته في ملاقط. شو سلالته اول شيء؟ عماش ولد شاهين ضحي وامه بنت الوري. قدمتوه في الشوط الاول شو نتائجه الماضيه علشان انه يكون كفو لهذا الشوط؟ قعود مدوب صعب حق يصير لقي وهذا تقريبا ثاني له اشتراك في محفل او في العيدية السابع او اشتراك في حياته واليوم ثاني اشتراك. توقعتوا لهذا الناموس؟ نعم توقعنا له قعود ما شاء الله عليه تفاحيمه طيبة ويبشر بخير والحمد لله اليوم تيمل. جمهور الدرعي من العام والعام الماضي قوي خاصة شعار بن غدير خاصة مع سلالته شو تقول؟ والله التوفيق بيد الله والبعير ان شاء الله بعير شاهين بن غدير منتج وكل وادي تلقى لك بعير. شكرا حمد بن ضبيب على هذه اللقاءات. سلطان عجبني اخر مقوله كل وادي تلقى لك بعير ما فهمتها شو معناتها؟ في كل وادي تلقى لك بعير كل وادي في كل وادي لقاء توه قال في كل وادي تلقى لك بعير شو يقصد؟
قصده بعير انتاج ولا بعير انتاج؟ نعم، هو يتكلم عن السلاله. هنا الجمهور هنا صح في كل مكان، يعني في كل مكان. نعم كثرت، نتكلم عن كثره انسلت المؤسسات، مؤسسات العاصه ومؤسسه الرياسه ومؤسسه الشيخ حمدان بن راشد طول عمره، لكن في كل وادي تلقى السبوق. في كل وادي تلقى السبوق. هذا ما فهم صح القصد ابو خليفه من كلام من الفحول، ان الفحول طيبه اليوم اصبحت متوفره عند ابناء القبائل وعند اصحاب السمو الشيوخ، فما حد بيربي له بحال بيخليه ما وصيد اصايل في كل بقعه، ومثل ما ذكر في كل وادي بتلقى لك بعير طيب والبركه عند الله يبقى تبقى. نعم هذا يقصد الرجال، يقصد الزمول الفحول يعني. طيب نحن وصلنا للختام، اشكركم سلطان. العفو، بيض الله وجهك على الكلام الطيب وعلى التحليل الوافي وعلى الاشاده في جميع المهرجانات والسباقات. شكرا لك سلطان. شكرا لك ابو حمد على تواجدك معنا في حلقه اليوم برنامج الاصايل. صارنا عاد اليوم متاخرنا شوي في الانطلاقه، تعرف لا مرات تستوي بعض الامور الفنيه. انت معذورين يا يم السفر، مغطينا مهرجان الخيول هناك، معذورين ابو خليفه. وانا اشكر صراحه سهيل بطل من غراب الأمانة مشاهدينا، من طلبناه وكلمناه فورا قال إن شاء الله أنا حاضر ما قصر ويا قبلنا والله يا قبلنا ما شاء الله حاضرين تحت أوامر الشيوخ وأوامر المؤسسات. الله يطول عمرك. شكرا لكم أخواني، شكر موصول لجميع طاقم العمل من عملوا بجد لضمان ظهور هذه الحلقة في وقت قصير جدا، المخرج عادل مرعي وكذلك أحمد صبري المنتج والمعد همام الطوخي. وصلنا للختام، تحيات عصام الخامر وتحيات طاقم العمل، مع السلامة.